أعزائي المشاهدين إنما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم لي المباراة الودية الدولية التحضيرية لألعاب الأولمبية 2021 بطوكيو، مباراة الودية الثالثة لمصر والمباراة الأولى لفرنسا هنا بقاعة بيير دو كوبرتا. شيء غير عادي. رحب بك أحمد سعد أمان، محلل قنوات بين سبورتس، صورة غير عادية لوجود الجماهير لم نتعود عليه بعد أحمد. طبعا كابتن حميد أمسي عليك وعلى أخوة المشاهدين. طبعا شعور أكثر من رائع عندما نرى الجماهير في مثل هذه المباريات، وخصة نحن نعلم جيدا أن الصلاة المغلقة من غير الجماهير كأنك في حصة تدريبية. كابتن حميد نحن مرت علينا هذه كأنك في الحصص التدريبية، لكن الصلاة المغلقة فعلا تحتاج إلى الجماهير هذه، وأنا أعتقد أن هذه الاحتفالية للجماهير. الجماهير الآن تريد أن تحضر أي نوع من الألعاب اللي تواجهها، سواء كانت كرة يد أو ألعاب جماعية أو ألعاب فردية، لذلك هي مشتاقة للرياضة، مشتاقة للحضور، لأننا نحن نعلم ثقافة الدول الأوروبية جميعا والشعب الأوروبي دائما ما يكون هذه بمثابة احتفالية بالنسبة له، يوم عطلة يذهبون إلى الملعب للترفيه، وأيضا أحيانا يحضرون معهم الأولاد في الأماكن الترفيهية، لذلك هو يوم ترفيهي بالنسبة للعائلة وليس مجرد مباراة فقط. نعم، إذا مصر تلعب بالمباراة الثالثة لها التحضيرية بعدما فازت على كرواتيا 31-28 وخسرت بفارق هدف واحد أمام إسبانيا 29-30. المواجهة 39 بين المنتخبين الفرنسي والمصري، 30 فوز لفرنسا، 3 تعادلات وفوز أو 6 انتصارات للمنتخب المصري بطل إفريقيا. يبدأ في الهجوم في البدلة السوداء، والمنتخب الفرنسي في الدفاع بالبدلة البيضاء هنا بقاعة بيير دو كوبرتا بمدينة باريس الفرنسية، قاعة باري سان جيرمان الفرنسي. وهنا البداية والتحضير للهجمة للمنتخب المصري. شاهدنا الدفاع 6-0 أحمد للمنتخب الفرنسي، والاعتماد على الخط الخلفي وعلى اللاعب يحيى الدرع الذي يمتاز بالتزيد من بعيد لاعب الزمالك. كابتن، هاي طريقة تقليدية بالنسبة لهم. منتخب الفرنسي ما اشتهر فيه أن أفضل فريق في العالم يلعب طريقة 5-1، لكن هو يبدأها من طريقة 6-0 ومن ثم تكون الخمسة، من ثم تكون 5-1. لذلك أنا أعتقد أن الطريقة دائما اللي يبدأ فيها 6-0 أنا أتفق معاه كابتن حميد، لأنه أنا أعتقد أن كابتن البداية من 5-1 أنا أعتقد أن هناك تكون نزعة هجومية أكثر من الدفاعية. أحمد الأحمر يسدد على الثبات ويسجل أولى أهدافه في هذه المباراة، أولى أهداف المنتخب المصري على الثبات على الطريقة الظهير الأيمن. شاهدنا المحاولة والدفاع الرائع للمنتخب الفرنسي، هنا تسديدة على الثبات رائع، المحاولة من سيف الدرع وليس أحمد الأحمر. أحمد، هناك تغييرات على مستوى الخط الخلفي، يبتليها المنتخب المصري، والرد يأتي عن طريق ميكايل كيكو على مستوى الجناح القائد صاحب 38 سنة. شاهدنا الأسماء يعني مغايرة، ليست التشكيلة التي بدأ بها المنتخب المصري من المنتخب الإسباني. نشاهدون على مستوى الارتكاز حسن القداح الذي يبدأ على مستوى التنسيق هنا رقم 42، نظن أن على الزين هو الذي يبدأ، هو الذي يبدأ على مستوى التنسيق في هذه المباراة كابتن، لأن إبراهيم المصري يشارك على مستوى الدفاع وأيضا الهجوم الخاطف المرتد، فعندما تنتهي الهجمة يقوم هناك المدرب بتبديل. لذلك أنا أعتقد أن خيارات المدرب مفتوحة جدا في وجود الدرع هذا اللاعب، وأيضا عندك أحمد هشام لاعب قوي جدا ومصوب ويستطيع التصويب من أي مركز. هذا اللاعب اللي صوب هو كابتن لاعب شاب، هو ماخذ هداف لاعبين شباب في بطولة العالم اللي فازوا فيها في الناشئين،
هو كان هداف البطولة. لذلك أنا أعتقد أن أعطاه فرصة. أنا أعتقد من وجهة نظري أتفق مع المدرب فعلا تكتيك، لأن هذا اللاعب يحتاج إلى المزيد من المباريات على مستوى الفريق الأول. يحيى الدرع الذي يعطي الأسبقية للمنتخب المصري. إذن تشكيلة مغيرة يبدأ بها المدرب روبرتو غارسيا باراندو، يترك أحمد هشام وعلي الزين على دكة الاحتياط، وأيضا يحيى عمر وأحمد الأحمر، ويبدأ بثنائي حسن كداحة ورمية سبع أنطال للمنتخب الفرنسي، وأيضا سيف الدرع الظهير الأيمن مكان هنا. المحاولة لتيموتي أنجيسا لاعب البارسا الفائز بالشامبيونز ليغا مع البارسا، وأيضا الحارس أيضا ليس هو كريم الهنداوي، هو ميكايل كيكو يسجل هدفه الثاني هذه المرة من رمية سبع أمتار. قلت أيضا الحارس محمد الطيار لاعب الأهلي المصري يبدأ كأساسي. فجاءنا باروندو أحمد بهذه التشكيلة المغايرة إلى حد الآن، وأحمد الأحمر يدخل في الجهة اليمنى، يعود أحمد الأحمر، هو المحاولة تسديد رائعة من اللاعب حسن كداحة ترين اللاعب 20 سنة فقط يسجل هدفه الأول. نعم كابتن لاعب قوي جدا، وأيضا مدرب رؤيته ممتازة جدا، لأنه يحتاج في الأوقات الحرجة مثل هذا اللاعب لأنه يستطيع التصويب. هو إشراك الآن لكسر خطة الدفاع اللي هي 6-0، لأن تحتاج إلى لاعبين مصوبين، واللاعب نوعية اللاعبين كابتن لا يستطيع كسر هذا الدفاع إلا أحمد هاشم وحسن قداح. نعم إلى حد الآن المنتخب المصري دخل جيدا في المباراة، هو التحذير يخرج إبراهيم المصري الذي يدخل في الدفاع فقط لاعب الأهلي المصري، هو أحمد الأحمر على مستوى التنسيق اللاعب المميز اللاعب الغني عن كل تعريفة أحمد الأحمر 37 سنة وسيشارك في الأولمبياد القادمة إن شاء الله. هو تكريم للاعب أحمد الأحمر، وأيضا تحتاج هذا اللاعب لأنه لاعب خبرة كابتن. فمعظم لاعبين اليوم المنتخب المصري لاعبين شباب، هو مستقطبينهم من فريق الشباب، وأيضا هنا هذا اللاعب اللي يظهر أمامنا الآن اللي هو حسن من الناشئين، لذلك معدل الأعمار جيد جدا، فيحتاجون إلى لاعب ليدر مثل أحمد الأحمر. تسديدة رائعة من أحمد الأحمر، اختصاص الأحمر تسديدة الحوضية الأرضية، لكن تصدي لفانسون جيرار حارس باريس سان جيرمان. فانسون جيرار الذي يتصدى لكرة أحمد الأحمر، تبقى الهجمة للمنتخب المصري، وتسديدة إشارة باللعب السلبي أمام لوكا كاراباتيتشا، تبقى الهجمة للمنتخب المصري. هناك تسديدة لم نشاهدها، والحكم ينزل يده، والمحاولة صعود فابريكاس القوة البدنية، لكن هناك صافرة، هل هناك هدف؟ نعم يحتسب الهدف، والبطاقة الصفراء على فابريكاس ليدوفيكا بطل الشامبيونز ليج مع برشلونة. قوي هذا اللاعب، قوي بدنيا، ولديه إمكانيات هائلة في التسديدة. كابتن قوي لم يأخذ فرصته في المونديال الأخير، مونديال القاهرة لم يأخذ فرصته، كان يشرك بعض الدقائق في المباريات يعني، ولا يعتمد عليه بشكل كبير، لكن الآن أنا أعتقد أنه سيعتمد عليه بشكل كبير، لأنه أخذ المزيد من الخبرة. رهبة المباريات الفريق الأول تختلف عن الفئات السنية كابتن حميد، لذلك أنا أعتقد أن هذا اللاعب ورقة رابحة جدا بالنسبة للمنتخب المصري، ولذلك المنتخب المصري خلال آخر مباريات حقق نتائج جيدة جدا في المباريات الودية. ونشاهد باروندو يبدأ بهذا اللاعب كأساسي أمام منتخب فرنسا، وليس أي منتخب لم نشاهده في المباراتين الأخيرتين أمام المنتخب الكرواتي والإسباني، هو المنتخب المصري لديه الحلول، لديه اللاعبين، لديه الأرمدة والتشكيلة الغنية لكي يريح بعض اللاعبين. نعرف أنه في الأولمبياد أفضل الفرق متواجدة في الأولمبياد، والمنتخب المصري سيواجه منتخبات قوية في المجموعة الثانية، وهنا
المحاولة دائما للقداحة حسن القداح الظهير الأيسر الذي سيحاول أن يسدد في كل مرة، لكن حذاري لأن فابريغاس ولوكا كاراباتيتشا سيصعدون على هذا اللاعب الخطير إلى حد الآن. والآن الدرع يحاول أن يسدد لكن بكيفية عشوائية نوعا ما، يجب التحذير الهجمة للاعب الارتكاز. والمنتخب المصري يطول في هذه الهجمة لم يجد الحل أمام الدفاع الرائع الشرس للفرنسيين. شاهدنا الدخول في اللعب الفردي وفي الحوارات الثنائية أمام أحد أفضل المدافعين في أوروبا للمنتخب الفرنسي. نعم كابتن، لكن أعتقد الآن أيضا قراءة مميزة من قبل المنتخب المصري، أنا متقدم بثلاثة ضد اثنين لكن لديه الحلول كابتن، هناك تقاطعات، هناك تمريرات على مستوى الدائرة، أنا أعتقد أنه قادر المنتخب المصري. هو أول بريك في المباراة للمنتخب المصري عن طريق الجناح الأيمن بعد كرة ميتة ضائعة يسترجعها هاشم ممدوح ومررها مباشرة لأكرم السيد لاعب الزمالك الذي يعطي الأسبقية بهدفين للمنتخب المصري لأول مرة في هذه المباراة، لكن لم نشاهد يعني هجوم منظم للمنتخب المصري. في كل مرة يحاول اللاعبين المصريين الدخول في الحوارات الثنائية والبحث عن المدافعين قبل البناء للهجمة أو حتى لعب ارتكاز يضع اللاعب قداح أو لاعب آخر على مستوى التسديد في وضعية مريحة للاعبين المصريين على الخط الخلفي. هنا تحذير للمنتخب الفرنسي، فالونتين بور تقطع مع دي كمام الذي كان رائعا في الفاينل فور مع برشلونة. هو العارضة أو القائم ينقذ مرمى المنتخب المصري الذي صعد الكرة والمحاولة يسوي في وضعية صعبة، لو كان في المرمى كان يكون هدف رائع لحسن القداح. تصويبة قوية جدا كابتن، لكن كابتن بالنسبة لي على مستوى الهجوم منتخب المصري إلى الآن يجد الحلول ويصل إلى المرمى، لكن على مستوى الدفاع هناك وصول للاعبين المنتخب الفرنسي بطريقة سهلة جدا، سواء التمرير على الدائرة وأيضا تصويب من مستوى 8 أمتار وليس 9 أمتار، لذلك أنا أعتقد إلى الآن الحظ يخدمهم نوعا ما. الرمية 7 أمتار الثانية نجحة لي ميكايل كيغو لاعب نيما ولاعب سابق لي مونبولي قائد الفريق ميكايل كيغو. والمنتخب الفرنسي قلص الفارق إلى هدف واحد ويحيى الدرع على مستوى التنسيق، لكن نقولها بصراحة أحمد أنه فريق المصري ليس لديه لاعب ارتكاز صريح. يحيى الدرع ليس بلاعب ارتكاز صريح، هو ظهير أيسر مسدد، ليس هناك لاعب يعني يستطيع أن يبني أن يحضر الهجمة للآخر وللخط الخلفي ويخلق لعب للمنتخب المصري في الهجوم. ربما علي الزين الوحيد الذي يستطيع أن يقوم بهذا الدور. نعم كابتن أنا أتفق معك، لكن هناك حلول بالنسبة له، فأعتقد أن من ضمن هذه الحلول اللي هي يحيى الدرع، فيجب من الجميل جدا أن يكون لديك 6 لاعبين كابتن، في كل مركز لاعبين 2، إذن يوجد لديك 12 لاعب. فالمنتخب المصري ما يميزه أن تستطيع استخدام يحيى الدرع وتستطيع استخدام علي الزين، لكن الآن أنا على مستوى الهجوم لا توجد إشكالية، لكن على مستوى الدفاع توجد إشكالية كبيرة جدا. المنتخب الفرنسي يسجل بسرعة بعد ما ضيع أكرم السيد من الجناح في زاوية ميتة، حاول بالركولات أمام فانسون جيرار الذي فهم وعرف نية اللاعب أكرم السيد في محاولة المخادعة بفر الكرة. وأحمد الأحمر مع ميكايل كيغو الأساطير في هذه الصورة الجميلة، وهنا نديم ريميلي يمر في الجهة الخارجية، شاهدوا المدافع وقف لم ينتظر سرعة ورشاقة نديم ريميلي المرور في الجهة الخارجية ويعدل النتيجة 4-4. مثل ما قلت أحمد، دفاع المنتخب المصري لحد الآن يترك المساحات
والمدافعين كل واحد بعيد الآخر، ولهذا شاهدنا ندير ميلي كيف مرة في الجهة اليمنى والجناح كان بعيد في التغطية وريميلي وجد المساحة. هنا التغييرات، يدخل علي زين، سنتكلم على علي زين والكرة ضائعة على المنتخب المصري والمنتخب الفرنسي، أخذ الأسبقية أمام في الهجمة المرتدة وفابريكاس بعد تمريرة زميله في برشلونة الفائزين بالتشامبيونز ليغا. أول الأسبقية للمنتخب الفرنسي، والمنتخب المصري عليه أن لا يتسرع وأن لا يضيع الكور بسهولة، لأنه هذا السيناريو وهذه الهجمات المرتدة سنشاهدها كثيرا في المباراة. نعم، لا يمكن من نادر من مباريات المنتخب المصري كابتن حميد اللي هي نرى المنتخب المصري متسرع بهذه الطريقة. دائما ما عرفناه ما يميز المنتخب المصري أنه يقتل الكرة على مستوى الهجوم وهو شرس جدا على مستوى الدفاع. اليوم لأول مرة لم أشاهد هذا الشيء في المنتخب المصري، لذلك أنا أعتقد ممكن إلى الآن اللاعبين غير حاضرين ذهنيا، ممكن نفسيا، ممكن تغيير الجو أو وصولهم في خلال اليوم ما زالوا مرهقين، لأن فعلا منتخب المصري ليس هذا أسلوبه كابتن حميد. سهل علي الزين الآن يحاول، لكن التغطية ويجد هاشم ممدوح. علي الزين يدخل والريتم تغير، الديناميكية تتغير في هجوم المنتخب المصري. قلت علي الزين هو اللاعب الذي يستطيع أن يعطي حلول، يعطي ديناميكية، يتحرك جيدا، هو اللاعب الأصلح لكي يلعب لاعب ارتكاز في المنتخب المصري في الهجوم المنظم، وشاهدنا ذلك في هذه الكرة التي مررها لهاشم ممدوح الذي لم يكن محظوظ في هذه التسديدة، صدمت بالقائمة وشاهد الدفاع، الدفاع مفتوح، قلت أنا الدفاع مفتوح، هناك ثغرات، هناك مساحات، هو المدافع أمام المدافع الآخر، مساحة كبيرة جدا، ودي كمان بكل سهولة يا مر. يعني هذا هدف لا تراه إلا على مستوى الناشئين، مع احترامي للاعبين شوينكر بهذه الطريقة والدخول على بهذه الشكل، مساحات كبيرة جدا، ثغرات واضحة جدا، شاهد يعني هذه ما تشوفها، لذلك ما توجد شراسة. اليوم في المنتخب المصري عندما يكون اللاعب متواجد في داخل 9 أمتار كابتن حميد نرى الشراسة من اللاعبين وإيقاف اللاعب. اليوم اللاعبين يأخذون حريتهم، سواء نديم ريميليه أو شفنا ديكمان، نعم يلعبون كل أريحية، فما بالك إلى الآن لم يدخل في أجواء المباراة أنجسون يستطيع التسويب من 12 متر وال11 متر بكل سهولة، ويستطيع التسجيل على أفضل منتخبات. لذلك أنا أعتقد أن المنتخب المصري إلى الآن غير حاضر ذهنيا، لكن أنا أتفق معاه كابتن في إعطاء اللاعبين الفرصة للمشاركة. نعم، ويعود باروندو إلى التشكيلة الأساسية التي لعب بها أمام المنتخبين الإسباني وأيضا الكرواتي، والثنائية وأحمد الأحمر كالعادة بالمهارة بالفنية ينيها فوق رأس فينسون جيرار، باع ثنائية في الجهة اليمنى مع هاشم ممدوح. لحد الآن الثنائيات تنجح في هجوم المنتخب المصري، ليس هناك لاعب جماعي، ليس هناك لاعب واضح للمنتخب المصري، لكن هناك حلول بالثنائيات لحد الآن مع لاعب الدائرة، مع الظهير الأيمن، مع الزين عندما دخل، هناك حلول، لكن المشكل هو الدفاع، يجب أن يحل المنتخب المصري. سنشاهد الهجمة، التقاطع في الجهة اليمنى لديم ريميلي يبحث عنا الدائرة، وطبيعة طبيعة دفاع كان رائعا من علي الزين الذي ارتكب الخطأ على زميله المستقبلي في برشلونة. غير محظوظ المنتخب المصري، غير محظوظ المنتخب المصري، لأن هذه الكرة الثالثة التي تصطدم بالعارضة، هو فينسون جيرار محظوظ أيضا، ثلاث كور على مستوى العارضة، يمكن هذه نوعا ما تكون في الزاوية الضيقة، لكن في كورتين طبعا بكل سهولة لكن أضاعهم المنتخب المصري. لكن شاهد يجب أن نعرف أن المنتخب المصري قادر كابتن حميد الوصول على مستوى الهجوم رغم العديد من اللاعبين، رغم الفرص الضائعة، متأخر بفارق هدف واحد، ورغم ذلك كابتن أشرك جميع اللاعبين، يعني أعطى الفرصة للاعبين الشباب. علي الزين لم يشارك إلى الآن إلى مدة 5 دقائق أو 4 دقائق، هذه الهجمة الثانية بالنسبة لعلي الزين، لذلك أنا
فعلا على مستوى الهجوم المنتخب المصري قادر على إيجاد الحلول، وأيضا التفاهم بين اللاعبين كابتن كبير جدا، يبدو لي أنهم مستجبين جدا وهناك حماس وتفاعل، لكن على مستوى الدفاع إلى الآن لم أشاهد أي شيء من المنتخب المصري. إذن الوقت المستقطع لغيوم جيلا ومساعده إريك ماتي، ماتي المدرب الحالي لشامبيري. هنا الهجمة المرتدة الوحيدة للمنتخب الفرنسي وتمركز فابريكاس مباشرة في السبع أمتار، ويسلم الكرة هجمة مرتدة كلاسيكية، لعب الدائرة دائما يتمركز في خط السبع أمتار ويسلم الكرة من دي كمان، ما يدخل كونتا ماي على مستوى التنسيق، وأيضا غيوم جيل الذي يلعب أولى مباراته تحضيرية للأولمبياد بدأ يدور في التشكيلة. ميلفين ريتشاردسون يدخل في الجهة اليمنى، كونتا ماي لاعب الارتكاز يدخل على مستوى التنسيق، لاعب فيش بريما و نيكولا كاراباتيتشا كظهير أيسر، عودة المايسترو مع المنتخب الفرنسي، ورمية سبع أمتار تحرك في دار المدافع من نيكولا كاراباتيتشا، والتمريرة من ميلفين ريتشاردسون الذي رسميا أصبح برشلونيا. ميلفين ريتشاردسون مع علي الزين قوي جدا، برشلونة كابتن قوي جدا 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 ويعرف ماذا يستقطب. فعلا ميلفين خسارة لفريق مومبولي، علي الزين خسارة لفريق الشارجة القطري، لذلك أنا أعتقد أنه يختار لاعبين فعلا في الأماكن اللي يحتاجها. هنا رمي سبع أمتار هذه المرة لإيغو ديسكا ويضيع أمام تألق محمد الطيار، بعد ما نجح ميكيل جيكو مرتين إيغو ديسكا لاعب مونبوليي ودينامو بوخارست سابقا يضيع أمام الشاب أحد الحراس المميزين ومستقبل كرة اليد المصرية على مستوى الحراسة محمد الطيار حارس الأهلي المصري، يبقي بالفارق هدف واحد فقط للمنتخب الفرنسي الذي يلعب بي خمس مدافعين. فرصة المنتخب المصري لكي يعدل النتيجة، تقطع في الجهة اليسرى تحرك ممدوحة رائع من زين، الزين يمر واحد ضد واحد ويباغت في سان جيرار في الزاوية البعيدة التسديدة، استغلال جيد للنقص العددي لعلي الزين الذي قلت يتحرك جيدا. نشاهد هنا كيف يمر أمام نيكولا أو نيكولا تورنا أحد أفضل المدافعين في أوروبا، لكن علي الزين بقوته باندفاعه يستطيع أن يعدل النتيجة 6-6. كابتن هذه المشكلة المنتخب المصري إلى الآن ولم يجد لها المدرب حل، يعني شوف معظم أهدافهم بطريقة سهلة جدا، سواء التمرير على مستوى الدائرة أو التصويب من داخل التسع أمتار. تورنا اتفق معك، لاعب كيلسي من أفضل اللاعبين وأقوى المدافعين اليوم في الدوري الأوروبي، لكن كابتن مع احترامي المنتخب الفرنسي يجب أن تقال كلمة حق، هناك مجاملات كبيرة، وهذا الفريق أنا أعتقد من الصعب جدا تحقيق ما حققه المنتخب الفرنسي العنيد في العشر سنوات السابقة. نعم، صفحة جديدة تفتح للمنتخب الفرنسي مع لاعبين شوبان الأرمدة واللاعبين الكبار رحلوا وتركوا المنتخب الفرنسي، والآن يأتي دور اللاعبين الشبان كونتا ماي نديم ريميلي وأيضا تورنا والبقية، وشهدنا الرمية الهجمة المرتدة السريعة لإيغو ديسكا الذي يسجل هدفه الأول بعد ما ضيع رمية سبع أمتار لاعب مونبوليي، وأيضا المنتخب المصري عن طريق إبراهيم المصري القائم الأول كان للحارس أمام كونتا ماي الذي يسجل هدفه الأول، وهذه الأسبقية للمنتخب الفرنسي بهدفين. رائع تمريرة، لكن هنا تسرع، هنا تسرع للمنتخب المصري في هذه الهجمة، وكرة زائد ثلاثة للمنتخب الفرنسي في هذه الكرة. رائع تمريرة، رائع تمريرة من نيكولا كاراباتيتشا، لكن نيكولا تورنا يضيع، والمنتخب الفرنسي يجد الحلول، يجد الدائرة بسهولة عندما يصعد الكرة في الهجمة المرتدة. يجب أن يحل مشكلة الدفاع في المحور المنتخب المصري،
سهل يقبل العديد من الأهداف. يعني أي جملة تكتيكية سواء كانت ثنائيات أو ثلاثيات بين المنتخب الفرنسي كابتن يصل إلى المرمى بكل أريحية وبكل سهولة. إذن هناك مشكلة على مستوى الدفاع إلى الآن، عدم تجاوز. ادخل يحيى عمر لاعب في شبريم ظهير الأيمن، وهنا الصراع البدني بين فالونتين بورتا وعلي زين. علي زين يلتحق بنادي برشلونة القادم من نادي الشارجة الإماراتي، عقد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر لعلي الزين الذي احترف في أكسون بروفونس الفرنسي. والمحاولة دفاع رائع للمنتخب الفرنسي ورمية سبع أمتار. أيضا المنتخب المصري ميزته في الهجوم المنظم أنه يعرف يلعب مع الدائرة، لا يستبد كثيرا من بعيد، لكن دائما عندما يضغط اللاعب. هنا روح رياضية عالية لنيكولا تورنا الذي يخرج لمدة دقيقتين بعد تدخل على أحمد خيري الذي يدخل على مستوى التنسيق. نشاهد هنا يسحب لاعبين، هو التمريرة الرائعة لخيري يجد فيها اللاعب الدائرة، ورمية سبع أمتار للمنتخب المصري. ومحمد سند كالعادة قصاصي رمية سبع أمتار في نيمة يسجل ويقلص الفارق إلى هدف واحد. هداف نادي يمين لمدة ثلاث سنوات كابتن، وهداف الدوري الفرنسي أيضا، فاز بهداف الدوري الفرنسي لمدة سنتين. لذلك هو الآن من أفضل لاعبين ممثلين للاعبين العرب في فرنسا. هنا المنتخب الفرنسي مع فالونتين بورت كجناح أيمن، ولوكا كاراباتيتش يدخل على مستوى الدائرة مكان نيكولا تورنا. التحذير نيكولا كاراباتيتش يضيع الكرة، تعود المنتخب المصري. ماذا يقول الحكم؟ الكرة تبقى للمنتخب الفرنسي. نيكولا كاراباتيتش بعد غياب دام أكثر من ست أشهر يعود. هل هو أفضل لاعب في تاريخ كرة اليد نيكولا كاراباتيتش؟ من وجهة نظري بحكم أيضا النتائج وما حققه، فأعتقد أنه فعلا. إذن نيكولا كاراباتيتش سجل هدفه الأول مع المنتخب الفرنسي بعد غياب طويل. أوه رايع التمريرة، والمنتخب المصري رايع في الهجوم. قلت لعب جيدا مع لاعب الدائرة، يستغل لاعبية الدائرة، لكن على المنتخب المصري أن يحل المشكل. حل المشكل على مستوى الدفاع، الشراسة والمساعدة خاصة. نشاهد هنا عمر يحيى والاستلام بمرتين إبراهيم المصري في وضعية مناسبة، لكن المنتخب المصري لو يدافع بطريقة شرسة. هنا نشاهد المساحات، هنا الأخطاء، هو من حسن حظ المنتخب المصري. نيكولا كاراباتيتش ضيع، يتحرك في دار المدافعين، هو المساحة والشوارع في دفاع المنتخب المصري. نعم كابتن، الآن لم يجد الحلول. يبدو لي أن هناك بعض اللاعبين لا يوجد تفاهم منهم، لكن تمريره تسلسل ممتاز جدا. أيضا لاعب الدارة له دور كبير في المنتخب المصري كابتن، شوف إبراهيم المصري ماذا فعل، سحب لاعبين، أصبحت زيادة عددية على مستوى الجناح الأيمن وسجل منها سند. نعم المنتخب المصري ينوع في الكور، ينوع في الهجوم، يجد هذه المرة محمد سند في التسلسل، لكن المنتخب المصري عليه أن يجتهد، عليه أن حسن مردوده الدفاعي إذا أراد أن يتقدم على المنتخب الفرنسي. المشكلة ليست في الهجوم، المشكلة في الدفاع وفي المحور للمنتخب المصري. هنا التمريرة فالونتين بورت دفاع في المنطقة ورمية سبع أمتار. نعم حكي جدا لاعب خبرة لابورت، لذلك اختار اللي هو المساحة كابتن. شوف نعم دفاع داخل ويعلم جيدا أن جسمه أقوى من لاعب الجناح. هنا المنتخب الفرنسي أيضا يعرف كيف يحضر الهجمة، يعرف كيف يوصل كور الأجنحة، ورمية سبع أمتار هذه المرة. كونتماي المسدد الثالث إلى حد الآن بعد ما ضيع إيغو ديسكا، نجح ميكال إيغو مرتين، والآن يأتي دور كونتماي لاعب فيش بريم الذي قدم مونديال رائع مع المنتخب الفرنسي كلاعب ارتكاز، اللاعب السابق لهامبورغ من أم سويدية والأب المعروفة، اللاعب السابق بطل العالم مع المنتخب الفرنسي 95. هنا علي الزين يحاول أن يمر، هنا لو قام بالتقاطع كان أفضل مع عمر يحيى.
عدم الدخول في اللعب الفردي والاحتكاك مع المدافعين الأقوياء للمنتخب الفرنسي خاصة في المحور. هنا دفاع متقدم المنتخب الفرنسي علي الزين تقاطع للمرة الثانية، يمسك الكرة علي الزين ويدخل في اللعب الفردي. يجب اللعب والتقاطع كان يكون أفضل أحمد في هذه الكرة خاصة. نعم كابتن، لكن علي الزين يريد أيضا كابتن أنه هو قائد في هذا الفريق، لذلك الفريق اعتمد عليه بشكل كبير جدا. ممتاز جدا اللي كنا نطالب فيه. نعم. المرة الثالثة قام بالتقاطع علي الزين، هو عمر يحيى لديه الإمكانية، تشاهد فوق حائط الصد بلاعبين يضعها في القائم الأول وتضيع للمنتخب الفرنسي، تعود للمنتخب المصري، يستعادها بسرعة ورايع التمريرة والرؤية لعلي الزين، شاهد في الجهة اليمنى أنه لاعبين متحررين، والتمريرة من عمر يحيى لزميله محمد سند الذي لا يضيع كثيرا للجناح الأيمن، والمنتخب المصري يأخذ الأسبقية بفارق هدف واحد. والتصدي أيضا لمحمد الطيار، أفضل منتخب المصري، والأسبقية بهدفين للمنتخب المصري، يضع الريتم، يساعد الكور. تغييرات أعطت حلول أحمد للمنتخب المصري في الهجوم. نعم، وأعتقد أن الهجوم الخاطف المرتد كابتن أصبح الفريق أكثر منظم أكثر، لأن معظم اللاعبين اللي يلعبون على مستوى الدفاع أصبحوا هم من يهاجمون في الهجوم الخاطف المرتد. إذن هو لا يحتاج إلى تبديل لاعبين على الأقل من الهجوم إلى من الدفاع إلى الهجوم، هذا ما يعطيه أدفانتج وأسبقية. خصة كابتن عندما نقول لك إن المنتخب الفرنسي كابتن هناك مجاملات، فعلا هناك مجاملات كابتن. هل المنتخب الفرنسي اليوم مع احترامي له يحتاج إلى جيجو وأبالو كرابتيتش رغم أنه أسطورة؟ نعم، هذه والكل يحترمها، اختيارات جيوم جيل نحترمها هو الذي يتحمل المسؤولية عند الإخفاق وعند الخسارة. والمنتخب الفرنسي لعب بسبع لاعبين في الهجوم بدون حارس، كونتاماي مررها لميلفين ريتشاردسون، دخول بقوة على ميلفين، دفاع رائع للمنتخب المصري، أكثر حركة أكثر حيوية للمنتخب المصري. يجب أن يمسك الكرة، كرة زايد أربعة أو زايد ثلاثة، يجب أن لا يتسرع المنتخب المصري. يضيعها علي الزين، وفي المتابعة محمد سند بالركولات يستعيد الكرة، لاعب نيم الفرنسي، وبأي كيفية وبأي طريقة أمام فان سان جيرار، يذكرنا بالمواجهة بين نيم. رائعة من محمد سند، أكثر من رائع، أكثر من رائع. نعم. أعتقد أنه ممكن يخرج جيجو جيرار من المباراة بهذه الصورة، لأن فعلا هذه كرة تقتل حماس أي حارس حتى لو كان حارس عالمي. لكن ما يميز الآن المنتخب المصري كابتن أصبح على مستوى الدفاع فعلا توجد شراسة، أغلق المساحات، وجد الحلول اللي يغلق فيها المساحات على المنتخب الفرنسي، ولهذا أخذ التقدم بفارق 3 أهداف والآن فارق 2. أيضا يجب أن نعطي حق محمد الطيار الحارس الرائع الذي تصدى ل3 كور، سمح للمنتخب المصري أن يلعب الهجمات المرتدة السريعة ويصعد الكور ويأخذ الأسبقية. تأخر في التمرير أحمد خيري للاعب الدائرة الذي تحرك جيدا في ذرة المدافعين. المنتخب المصري يلعب على طريقة الأوروبية حقيقة، رائع اللعب مع الدائرة للمنتخب المصري على طريقة الإسبانية مع المدرب باروندو. هنا الجمهور المصري الحاضر بقاعة بيير دو كوبرتا بباريس. المنتخب المصري متقدم على المنتخب الفرنسي بفارق 3 أهداف. نعم، المنتخب المصري بطل إفريقيا يتقدم على المنتخب الفرنسي بباريس في هذا الشوط الأول، 3 دقائق قبل نهاية الشوط الأول. باريس أول، رائع للمنتخب الفرنسي. الحل أيضا أحد الحلول في الهجوم. نعم، يستغل المنتخب الفرنسي التمركز للاعب تورنا هو من أعطى هذه الجملة التكتيكية الممتازة، لأن أصبحوا لاعبين مع تورنا. والمنتخب الفرنسي ضيع، والآخر بعد ما ضيع المنتخب المصري
والفارق يبقى بهدفين. المنتخب المصري عليه أن يسير الدقائق الأخيرة وسند أيضا يضيع. لمدى التسرع دقيقة وأربعين ثانية، كرة زائد ثلاثة والآن نقص واحد. هنا بعد ما كانت كرة زائد ثلاثة للمنتخب المصري أصبحت النتيجة بفارق هدف واحد فقط. ودائما تورنا يتمركز جيدا، يسلم الكرة نيكولا تورنا وهدفه الثاني. هنا الكرة الهوائية والكونفو للمنتخب الفرنسي، فرونتين بورت يسلمها في الهواء فوق رأس محمد الطيار. تركيز كان على تورنا كابتن، تركيز كان على تورنا، لذلك أنا أعتقد هذه خطة ثلاثية بين ثلاث لاعبين اللي هو تورنا ولابورت وميلفين. أخيرا شهدنا يحيى الدرع بمجهود فردي يمر في الجهة الخارجية ورايع التمريرة، والتصدي أروع، والتصدي أروع من محمد الطيار. يبدع ويتألق في هذا الشوط الأول حارس الأهلي الخطأ المصري. وهناك إيقاف لمدة دقيقتين ليحيى عمر لاعب ريش بريم المجري. مباراة جميلة إلى حد الآن، أحمد ندية نسق سريع مستوى عالي، والمنتخب المصري ينافس الكبار. عند تشاهد المنتخب المصري يلعب بهذا الأداء بهذا المستوى، نحن كعرب نفتخر بهذا الأداء بهذا المنتخب الذي دائما يعطينا أسماء وأجيال في كرة اليد، خاصة في لعبة كرة اليد، دائما في القمة، دائما هو الذي يفتح الطريق للمنتخبات العربية الأخرى. كابتن، كرة اليد المصرية فعلا هي ولادة للعرب وليس لمصر فقط، فعلا هي خير ما يمثل العرب في المحافل الدولية. لأن كابتن هناك فرق تكون متواجدة قوية جدا من أفضل الفرق اللي هي الجزائر وتونس على سبيل المثال، لكن تغيب لفترة طويلة. لكن مصر ممكن أن فترة سنة أو إلى سنتين يستطيع تكوين فريق قوي جدا ويستطيع العودة للمنافسة. لذلك الفرق المصرية لا تغيب عن المنافسة طوال هذه السنوات، بعكس الفرق العربية الأخرى اللي تغيب لفترات طويلة ومن ثم تعود وتكون على القمة لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات ومن ثم تغيب. إذن الوصول إلى القمة كابتن هو صعب، لكن الأصعب منه الحفاظ على هذه القمة. إذن الخمس مواجهات الأخيرة بين المنتخبين انتهت لصالح فرنسا. آخر مواجهة يوم كانت في يوم أول يونيو 2018 بباريس في دورة الجولدن ليغا، فاز المنتخب الفرنسي 33-28. إذن هذه المباراة الودية السادسة بين المنتخبين كلها جرت بفرنسا. فاز المنتخب الفرنسي مرة واحدة فقط بليموجا في 2007، النتيجة كانت 27-25 للمنتخب المصري، والخمس انتصارات أخرى كانت للمنتخب الفرنسي. إذن مصر آخر فوز لها أمام المنتخب الفرنسي كان في يونيو 2007. أعتقد أن اليوم متاح للمنتخب المصري لكي يفوز على المنتخب الفرنسي للمرة السابعة في تاريخ المواجهات بين المنتخبين. الجيل هذا كابتن يستطيع الفوز على أي فريق وليس المنتخب الفرنسي فقط، فلذلك أنا أعتقد فرصة بالنسبة للمنتخب المصري. والهدف في الثانية الأخيرة بعد تمريرة خاطئة من يحيى الدرع، يستلمها القناص، يسرقها، يخطفها نيكولا كاراباتيتش، يسجل هدفه الثاني ويعدل النتيجة. لم يعرف المنتخب المصري كيف ينهي الهجمة الأخيرة. يحيى الدرع مسك الكرة أكثر من لازم. نعم كابتن، أنا أعتقد أن التمريرة هذه خطيرة جدا في مثل هذا الوقت، خص أنك أنت تلعب من غير حارس مرمى، لذلك يجب أن تكون متأكد من التمريرة وأيضا متأكد من تصويت. إذن الشوط الأول عملية جراحية على مستوى القدم. إذن الشوط الأول أحمد كان رائعا بين المنتخبين، شاهدنا بداية نوعا ما بطيئة للمنتخب المصري، لكن بعد التغييرات التي قام بها غارسيا باروندو وإقحام اللاعبين الأساسيين على غير يحيى عمر، أيضا علي الزين، وأيضا اللاعب أحمد الأحمر،
شاهدنا هناك تغييرات وهناك لعب مغاير الذي شاهدناه في الشوط الأول. شاهدنا حلول على مستوى الأجنحة، لعب مع الدائرة، تحرك علي الزين الذي أعطى حلول اللي يحيى عمر على مستوى التقاطعات. شاهدنا أشياء جميلة للمنتخب المصري في 15 دقيقة الأخيرة من الشوط الأول الذي كان متقدم فيها المنتخب المصري، وصل الفارق إلى 3 أهداف لبطل إفريقيا. أنا أعتقد أن البداية كانت موفقة بالنسبة لي لاختيارات سيد براندو. لماذا كابتن حميد؟ لأن أشرك أكبر عدد من اللاعبين الشبان بالإضافة إلى لاعب خبرة اللي هو أحمد الأحمر، لإعطاهم الفرصة وإدخالهم في أجواء المباريات الدولية وأيضا تحضير للأولمبياد. لذلك أنا أعتقد أن هذا ما عانى منه وأدى إلى المعاناة اللي كان يعاني فيها في نصف الشوط الأول اللي هو على مستوى الدفاع، وكان فعلا متأخر بفارق هدف إلى هدفين، هدف إلى هدفين. من ثم أقحم معظم اللاعبين الأساسيين اللي هم التشكيل الأساسي اللي هي علي الزين. علي الزين عندما يكون يبدأ في الظهير الأيسر أو كصانع ألعاب تتغير الأمور كلها. عندك يحيى عمر، يحيى عمر من أفضل اللاعبين. إبراهيم المصري عندما يكون على مستوى الدفاع أيضا ترى العديد من الهجمات، لذلك هو أصبح منظم في الدفاع، استطاع تسجيل من الهجوم الخاطف المرتد، ومن بعد أصبح الفريق منظم في 6 ضد 6 في المواجهات المباشرة. إذن عاد الفريق المصري فعلا وأصبح يتفوق على المنتخب الفرنسي بفارق 3 أهداف اللي هي 14-11. من ثم أضاع بعض الفرص اللي هي على مستوى العارضة والقائم، من بعد ذلك تعادل في الثواني الأخيرة المنتخب الفرنسي. إذن معطيات المباراة أعتقد بالنسبة لي المنتخب المصري كان أفضل في الشوط الأول من المنتخب الفرنسي. هنا يعود نديم رميلي على مستوى التنسيق مثل ما بدأ في بداية المباراة. دي كمان في الجهة اليمنى هو المنتخب المصري دفع بخمسة في زاوية مفتوحة، تمريرة رائعة من دي كمان ما يحولها مباشرة للكابالو، وغيوم جيل يبدأ في تدوير التشكيلة يقحم كل اللاعبين. نتذكر أن هذه المباراة الأولى للمنتخب الفرنسي، المباراة التحضيرية الأولى للمنتخب الفرنسي والمباراة الثالثة للمنتخب المصري بعد ما فاز على المنتخب الكرواتي وخسر بفارق 1-1 أمام المنتخب الإسباني. المنتخب المصري الذي يدخل في المباراة الثالثة له التحضيرية للأولمبياد طوكيو 2021. المنتخب المصري الذي رائع التمريرة، لاعب الدائرة ليس هناك رمي 7 أمتار والتصدي ليان شونتي، يدخل مكان فينسون جيرار في الشوط الثاني، ودي كمان بعد التمريرة الحاسمة يعود في التسديد. لاعب البارسا الفائز بالشامبيونز ليغا يبدأ في الجهة اليمنى، دي كمان بعد التمريرة حاسمة ها هو يأخذ المسؤولية ويسدد في الهجمة المرتدة عندما تصدى يان جونتي للكرة إبراهيم المصري. دي كمان كابتن بالنسبة لمعطياته في السنة 2020-2021 أنا أعتقد هو أفضل ضارب على مستوى الظهير الأيمن. نعم بحكم النتائج واللعب. نعم دي كمان شاهدناه في الفاينال فور كان رائعا وقدم الإضافة في كل مرة للمنتخب لفريق البارسا الذي يتوج بالتشامبيونز ليج للمرة 10 مع خافيير باسكوار الذي غادر برشلونة والتحق بدينامو بوخارست الروماني هو وابنه الجناح الأيسر. هنا المنتخب المصري الإشارة باللعب السلبي، محاولة المرور، محاولة اللعب مع الدائرة، دخل الدفاع من تيموتي نجيسا أمام أحمد الأحمر الذي يعود إلى مركزه كظهير أيمن. هنا التحضير للتسديد وعلي الزين، علي الزين لاعب البارسا الموسم القادم. عندما تكون التقاطعات والجري قبل استلام الكرة المنتخب المصري يكون أخطر. خطير جدا كابتن، لأن المنتخب المصري عادة لا يعتمد على لاعب واحد كابتن، لكن يعتمد على التحضير. لكن انظر إلى هذا الحارس كابتن كريم هنداوي وأيضا الطاير،
يغطون عيوب الفريق على مستوى الدفاع. المنتخب المصري كابتن معروف بشراسته على مستوى الدفاع، هو يقاتل في الدفاع، لكن شوف التمريرات سهلة جدا عندما تصل على مستوى الدائرة، يعني هو يعاني فوق نيكولا تورنا يسدد، لكن المنتخب المصري عليها أن يعود بسرعة ومنظم إلى الدفاع عندما يسجل، لأن المنتخب الفرنسي يلعب اللعبة السريعة، هو يلعب بالسنتر بسرعة ويحاول أن يباغت في كل مرة المنتخب المصري. والآن يأتي دورة يحيى الدرا الذي يأخذ التسديدة. الشوط الثاني بدايته للأظهرة إلى حد الآن أحمد، بعد ما شاهدنا الشوط الأول اللعب مع الأجنحة واللعب الدائرة، الآن الخط الخلفي بدأ يأخذ مسؤوليته بعد علي الزين، الآن يحيى الدرع. نعم أيضا كابتن إضافة جدا قوية من إبراهيم المصري، إبراهيم المصري قام بالحجز لذلك يحيى الدرع صوب بكل أريحية. والتصدي ثاني لي كريم الهنداوي، كريم للمرة الثانية يدخل في الشوط الثاني بعد ما أدى مع علي محمد الطيار في الشوط الأول، هنا تسديدة والتصدي باليد بالرجل اليسرى اللي كريم الهنداوي الذي سيلتحق بالزمالك المصري بعد ما فريق الزمالك دفع قيمة الشوط الجزائي لفريق الروماني، هو الهنداوي سيلتحق بالزمالك. وقلت الثنائيات لكن تضيع، غريبة هذه الكرة، تضيع على سيف الدرع أو الجناح الأيمن وليس سيف الدرع. هنا المحاولة الفردية من نديم ريميلي والبحث عن المرور بقوة من إبراهيم المصري، الحكم يطلب بمواصلة اللعب ونديم يأخذ التسديدة الصعبة على الحراس، هذه التسديدة نديم ريميلي والدكتور حسن مصطفى وفيليب بنا رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة اليد جنبا إلى جنب في قاعة بيير دو كوبرتا. دائما المشكلة أحمد على مستوى الدفاع للمنتخب المصري، الدفاع حتى تصويبة نديم رميلي كابتن كانت من 8 أمتار، والمنتخب المصري أيضا يجد الحلول في 6 أمتار عن طريق علي الزين. قلت هي الطريقة الإسبانية أحمد، أنه عندما يكون لديك مدرب إسباني اللعب كله ينصب على اللاعب الدائرة. الدائرة يعني كل الهجمة تحذر من أجل الكرة تسقط وتذهب إلى اللاعب الدائرة، هذه هي الطريقة واللعب الإسباني. نعم كابتن، يعني شفنا يحيى الدرع صوب الدائرة كان حاجز، الآن علي الزين أيضا صوب الدائرة، لكن هذا ما يعاني من المنتخب المصري كابتن، يعني نجوم في المنتخب الفرنسي كابتن ما في 9 أمتار، من 6 أمتار ومن 8 أمتار، يعني صعب جدا إيقاف المنتخب الفرنسي بهذه الطريقة. إذن هناك خلل على مستوى الدفاع، أنا متأكد ليس هذا دفاع المنتخب المصري اللي احنا شفناه بالمونديال. إذن مدرب ينظر أو لديه رؤية خاصة لإيجاد حلول أكثر على مستوى الدفاع، ممكن يجرب بعض الخطط الدفاعية، وأنا معاه طبعا في المباريات الدولية الودية. نعم أحمد، أحمد هشام للمشاهده إلى حد الآن، الظهير الأيسر لي نيما الفرنسي الذي كان رائعا من المنتخب الإسباني، ضاعت الكرة على الدرع وتعود المنتخب الفرنسي عن طريق ليكابالو وجه لوجه، وفي حركة فنية سحرية يعرف سرها إلى ليكابالو يرفعها فوق رأس كريم الهنداوي. شاهدوا هنا الكرة تضيع والهجمة المرتدة، ولوكابالو بحركة فنية يونيها أمام أندار تيري أوميير مدير باريس سان جيرمان، والأسبقية بهدفين أحمد المنتخب الفرنسي بعد الأخطاء، أخطاء الهجومية المجانية للمنتخب المصري. طبعا كابتن، لأن تقبل المنتخب الفرنسي إلى الآن يسجل بكل أريحية سواء على مستوى 6 أمتار أو الاختراقات أو الهجوم الخاطف المرتد، بينما المنتخب المصري إلى الآن يعاني، لكن عندما يلعب بهذه الطريقة كابتن اللي هي فعلا ثنائيات اللي هي تكون بين صانع ألعاب ولاعب دائرة أو الأظهرة مع لاعب الدائرة، إذن وجد الحلول في الشوط الثاني في اللعب
6 ضد 6. المنتخب المصري عندما تغيب أو عندما يغيب اللعب الجماعي هناك ثنائيات، إلى حد الآن ينجح في ثنائيات المنتخب المصري. شاهدنا الكرة الأخيرة، التمريرة للاعب الدائرة دانا نارسيس أيضا متواجد في المدرجات، الأسطورة اللاعب السابق للمنتخب الفرنسي. إذن المنتخب المصري متأخر بهدف واحد، يجد الحلول في الهجوم في الهجمة المنظمة عن طريق التزيد من بعيد وأيضا اللعب مع الدائرة، لكن أيضا المنتخب الفرنسي يحضر جيدا للهجمة ويعرف كيف يجد الحلول عن طريق إنجيسو وأيضا اللاعب دائرة فابريغاسا على مستوى 6 أمتار. هنا ريميلي ورايا التحرك بدون كرة من دي كمام قبل استلامها من نديم ريميلي، هنا التحرك، هنا الجري قبل استلام الكرة، شاهدوا اللي دي كمام بن معصم يضعها في الزاوية البعيدة لاعب البارسا. كابتن جميل، جملة ممتازة جدا، لأن التحرك بدون كرة وأيضا فابريغاس طريقة الحجز اللي حجز فيها، إذا دي كمام صوب كل أريحية. نعم الثنائي نديم ريميلي دي كمام، اللاعبين الأشاول على مستوى التنسيق، والظهير الأيمن وعلي الزين، لا لو سدد كان أفضل. علي الزين، ذكرنا علي الزين سيكون اللاعب أو ثالث لاعب عربي ينتقل لبرشلونة بعد ثنائي تونسي وليد بن عمر في 2008 ووائل جلوس من 2014 2018. علي الزين يضغط الترعة، أحمد الأحمر في الجهة اليمنى، لعب دائرتين، البحث عن الدائرة، الإشارة باللعب السلبي، هنا المحاولة لهاشم ممدوحة الذي يصارع كالعادة، المقاتل المحارب لاعب دينامو بوخارست، الإشارة باللعب السلبي الأحمر، لا 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 ليس بهذه السهولة وليس بهذه الكيفية، استطيع أن تباغت دفاع المنتخب الفرنسي. وشاهدوا شاهدوا السرعة هو السهولة، كيف يجد المنتخب الفرنسي الحلول الجماعية، هو التسلسل في الجهة اليمنى، فابريغاس وصلها لأبالو. رغم أن الدفاع المنتخب المصري كابتن عاد قبل هجوم المنتخب الفرنسي، لكن هناك الخبرة، احنا دائما ما نوجه اللاعبين بالهجوم في المساحات، فالهجوم في المساحات كابتن تلقائيا تجد ثغرة، خصف الهجوم الخاطف المرتد. لذلك شفنا هذه الهجمة كابتن، لاعبين اثنين فقط استطاعوا أن يهاجموا 3 لاعبين. عندما تهاجم في المساحات الفارغة وفي الثغرات الواضحة في الهجوم الخاطف المرتد، ثق تماما أنك تجد الحلول. المنتخب الفرنسي الذي يدافع بطريقة رائعة شرسة في التغطية في المكان المناسب، يخلي المنتخب المصري يتخلص من الكرة مثل ما تخلص منها أحمد الأحمر، وسمح للمنتخب الفرنسي أن يساعد الكور بطريقة جماعية منظمة، ويوصل الكور للأجنحة في الجهة اليمنى، خاصة لي كابالو دخوله في الشوط الثاني، أعطى إضافة، أعطى حلول للمنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي الذي الوحيد الذي فاز ب4 بطولات كبيرة متتالية، فاز بالأولمبياد 2008، بطولة العالم 2009، بطولة أوروبا 2010، وببطولة العالم 2011، الوحيد الذي فاز ب4 بطولات كبيرة متتالية، ويعتبر الفريق الوحيد الذي فاز بالأولمبياد مرتين متتاليتين، وأيضا أول منتخب يفوز ببطولة العالم 6 مرات، إلى حد الآن ولا منتخب استطاع أن يفوز ببطولة العالم 6 مرات إلا المنتخب الفرنسي، والمتقدم ب3 أهداف للمنتخب المصري. يبقى أحمد الأحمر في الجهة اليمنى، ننتظر دخول يحيى عمر على مستوى الظهير الأيمن المسدد الصريح، ودائما يحيى الدرع على مستوى التنسيق. مشكلة المنتخب المصري نقولها بصراحة أحمد، ليس لديه لاعب ارتكاز صريح صحيح في ظل وجود لاعبين رائعين على مستوى التسديد، على غرار علي الزين الذي يبدع ويسدد فوق دفاع المنتخب الفرنسي، لكن الرد جاء مباشرة. كابتن أنت مثل ما قلت كابتن، هناك صانع ألعاب اللي هو يقود الفريق ويصنع
اللعب للفريق. يحيى الدرع واحترامي له هو قوي، هو يعني ممكن أنا ألعب ظهير عكس يده، ممكن ألعبه في الظهير الأيسر، ممكن أستخدمه بعض الهجمات، لكن طوال فترة المباراة اللي هي 60 دقيقة صعب جدا أنك تعتمد عليه، لأنه هو يعتمد على القوة وليس على الذكاء وصناعة اللعب. نعم، المنتخب البصري يعاني في الهجمة المنظمة، لا يجد الحلول أمام الاندفاع والشراسة اللي تورنا في محور الدفاع في مركز رقم 3 مع فابريكاس الثنائي تورنا فابريكاس في المحور. شاهدون الشراسة والاندفاع، هو الضغط على حامل الكرة من دفاع المنتخب الفرنسي الذي تحسن دفاعه في الشوط الثاني، والآن عندما يسترجع الكرة ستشاهدون السرعة في الانطلاقة في الهجمة المرتدة. هو حائط الصد والمحاولة لهاشم ممدوح في وضعية صعبة يضيع، وكرة زائد 4 للمنتخب الفرنسي. في هذه الكرة هو المنتخب المصري أصبحت المباراة صعبة عليه، خاصة في الهجمة المنظمة أحمد، الذي هذه الهجمة الثانية على التوالي لم يجد الحل أمام الدفاع الفرنسي. وذلك كابتن لأنه فقد أحد أسلحته في الشوط الأول اللي هو الهجوم الخاطف المرتد اللي أخذ فيه فارق 3 أهداف. هذه جيرون فرنانديز على الشاشة. نعم، بالنسبة لي بيكون يعني كابتن هو أفضل هداف في تاريخ كرة اليد. جيرون فرنانديز اسم كبير، والآن سيصبح أيضا اسم كبير. نعم، أتمنى ذلك. أنا أتوقع هذا الشيء كابتن. نعم، كان لاعب رائع، درب إكسون بروفانسا ثم أخذ مكانه هو تيري أونتي، والآن هو محلل في أحد القنوات الرياضية الأوروبية الفرنسية. والمنتخب الفرنسي في أولى خرج له، أول مباراة ودية يلعبها المنتخب الفرنسي وأول امتحان للفرنسيين. نوادي كاميم المبدع الرائع رغم ارتكازه على المدافعين، لكن عندما يكون الذراع شاهده متحرر يستطيع أن يضعها في الزاوية البعيدة. يا له من لعب، 5 أهداف كاملة لدي كمامي لحد الآن. والمنتخب المصري يضيع الكرة الثالثة على التوالي في الهجمة، ويعطي الفرصة للمنتخب الفرنسي لكي يعمق الفارق، وهو زائد 5 في هذه الهجمة. شاهد المنتخب الفرنسي كيف يمسك الكرة، لا يتسرع، عارف أن كرة مهمة، كرة زائد 5 ربما قتل المباراة. هنا الخبرة عند اللاعبين الفرنسيين في هذه المباراة وفي هذه في التوقيت بالذات للفرنسيين. نعم كابتن، يجب أن تعتمد على التنظيم على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم إذا أردت أن تقوم بإعداد فريق كبير جدا. شاهد لاعب الدائرة أحمد، جملة تكتيكية ولا أروع كابتن، لاعب الدائرة متحرر، وأيضا نديم رميلي أيضا متحرر، يعني لم يخدم الحظ في التصويب، لكن شاهد الجملة التكتيكية كيف الفريق منظم، كيف عملية التقاطعات اللي قام فيها الفريق، إذا تشوف التمركز لتورنا على مستوى الدائرة كيف سحب معه اللاعب وأتاح الفرصة لنديم رميلي. نديم رميلي كان الخيار الأول اللي هو التمرير للدائرة، هو اختار الخيار الثاني اللي هو التصويب ليدخل في أجواء المباراة، لأن لم نسمع اسم نديم رميلي كثيرا اليوم. أخيرا يدخل يحيى عمر في الجهة اليمنى، والحلول تأتي بسبع لاعبين في هجوم المنتخب المصري. أحد الحلول التي يستنجد بها المدرب روبرتو غارسيا باروندو منذ 2019 مع المنتخب المصري الفائز ببطولة افريقيا الأخيرة في 2020 بتونس، هو اللعب بسبع لاعبين في الهجوم ربما هو الحل. وشهدنا يحيى عمر يمر في الجهة الخارجية، يجب الصعود، يجب الصعود على المسدد. المدافعين المصريين يعتمدون كثيرا على حائط الصد. شاهد هنا تيموتي نجيسو يسدد، لولا تصدي كريم الهنداوي كان يكون هدف سهل للمنتخب الفرنسي عن طريق لاعب البارسا تيموتي نجيسو. هذا الشيء استغربته كابتن اليوم بالذات، لأن نحن نعلم جيدا الشراسة الموجودة في المدرسة المصرية، دائما يحبون التقدم على 9 أمتار وإيقاف اللاعبين واللعب بكل قوة والاعتماد على لاعب اللي هو المحور
في حائط الصد. لكن اليوم معظم دفاعهم كابتن يستقبل اللاعبين ولا يقوم بمهاجمة اللاعبين. هنا الإشارة باللعبة سلبي من الثنائي قسمي، تزيد على الثبات من يحيى عمر. المنتخب المصري يضيع، والمنتخب الفرنسي في الهجمات المرتدة عن طريق نيكولا تورنا. دائما المنتخب الفرنسي يبحث عن لاعب الدائرة. نشاهد فابريكاس وتورنا على مستوى 6 أمتار ينتظرون الكرة وتصلهم من ديك أمام. المنتخب الفرنسي إلى حد الآن أصبح يدافع بطريقة رائعة، وهذا الدفاع سمح للفرنسيين أن يسترجع الكرة ويسجل أهداف سهلة في الهجمات المرتدة. هذا عالم كرة اليد كابتن، بدون دفاع لا تستطيع الفوز في المباريات والاستحقاقات الكبيرة. لذلك عندما تلاحظ أن المنتخب الفرنسي كان في الشوط الأول عانى على مستوى الدفاع، لكن أصلح ما كان يعاني في الشوط الأول، وهذا سبب تفوقه الآن. المنتخب المصري إلى الآن لا يزال تائه على مستوى الدفاع، اختراقات واضحة، تصويب من غير مقابلة، لا توجد شراسة. لذلك أنا أعتقد عانى الكثير والكثير على مستوى الدفاع. المنتخب المصري على مستوى الهجوم ممتاز جدا كابتن، ممتاز جدا فعلا، لكن على مستوى الدفاع لم يكن في المامور. وأيضا ضف إلى ذلك مثل ما ذكرت النقطة حميد، اللي هو عدم وجود صانع ألعاب. صانع ألعاب يساعد يحيى الدرع، لأن يحيى الدرع أسلوبه أسلوب ظهير أحد الأظهرة، وليس اللي هو صانع ألعاب صريح. إذن محمد سند يسجل رمية 7 أمتار بعد ما تحصل عليها أمام زميله في نيمة ميكايل جيجو الذي يخرج يخرج لمدة دقيقتين. ونيكولا كاراباتيش يعود في الجهة اليسرى، كونتا مايا على مستوى التنسيق يأخذ المساحة. كونتا مايا رمية 7 أمتار مع دقيقتين. كونتا مايا يتحرك بدون كرة، وإبراهيم المصري يخرج لمدة دقيقتين اللعب بدون كرة. شاهد هنا يسلمها نيكولا كاراباتيش، يأخذ المساحة بين المدافعين ورمية 7 أمتار. من جهة نظري على يحيى عمر كابتن، يحيى عمر اللي يسحبه، لكن كانت اليدين على الوجه، لكن يحيى عمر هو اللي يسحبه. اكتسب الهدف، فليس هناك رمية 7 أمتار. هدف كونتا مايا الثالثة لاعب فيش بريما. ذكر أن المنتخب المصري شارك 5 مرات في الأولمبياد، أفضل نتيجة كانت في 96 بأتلانتا المركز السادس. المنتخب المصري رابع العالم في 2001، يعتبر أول فريق غير أوروبي يصل إلى ربع إلى نصف النهائي. 7 مرات بطل إفريقيا المنتخب المصري، 7 في المونديال الأخير، والخسارة التاريخية أمام الدنمارك في الربع النهائي التي تعتبر أقوى وأفضل مباراة في المونديال بين مصر والدنمارك. المنتخب المصري أيضا لكرة اليد دائما هو مصدر السعادة وفرحة الجمهور المصري. دائما المنتخب هذا يقدم الكثير للرياضة المصرية وللشعب المصري عندما وصل لأول مرة للنصف النهائي، وأيضا 6 الأولمبياد في 96، و7 مرات بطل إفريقيا المنتخب المصري. وأيضا فاز على مستوى الشباب بمنتخب بكأس العالم، وعلى مستوى الناشئين أيضا بكأس العالم. لذلك فعلا اللعبة الجماعية اللي ترفع رأس المصريين. فعلا هناك ألعاب فردية فعلا موجودة على مستوى الألعاب الأخرى، اللي هي العديد من الألعاب، سكواش، ونعلم المنتخب المصري جود والكثير من الألعاب الفردية، لكن على مستوى الألعاب الجماعية فعلا لا أحد يضاهي كرة اليد المصرية. شاهد المنتخب الفرنسي ناقص عدديا بعد التغيير الخطأ والتصدي لكريم الهنداوي أمام نيكولا كاراباتيتش. والمحاولة للمنتخب المصري في الجهة اليسرى، يقلص الفارق إلى هدفين عن طريق أحمد مؤمن لاعب الزمالك. هجوم خاطف مرتد،
هاي اللي كنا النادي فيه. شوف هناك لاعبين من المنتخب الفرنسي ولاعبين من المنتخب المصري، لكن استطعنا نسجل. فهذا السلاح عندما أوقفوه الفرنسيين في الشوط الثاني بالنسبة لي المنتخب المصري، وأصبح المنتخب المصري لا يعتمد عليه بشكل كبير، هذا أدى إلى هذا الفارق اللي احنا نشوفه. المنتخب المصري بخمس مدافعين وكريم الهندوي يعيد المنتخب المصري في المباراة. كرة الآن كرة تخلص الفارق إلى هدف واحد للمنتخب المصري بفضل هذا الحارس الذي وقع للزمالك المصري. كريم الهندوي دور الحارس مهم جدا، يسمح لي المنتخب المصري لكي يعود ويقلص الفارق إلى هدف واحد في هذه الكرة في هذه الهجمة. المنتخب المصري أحمد يريد ولما لا لأول مرة أن يلعب النصف النهائي في الأولمبياد، ولا منتخب عربي وصل إلى هذا الدور النصف النهائي في الأولمبياد. يريد أن يفعلها مثل ما فعلها في المونديال عندما وصل لأول مرة في 2001 إلى نصف النهائي. كابتن المنتخب المصري في المجموعة الثانية اللي تضم الدنمارك والسويد واليابان والبرتغال والبحرين بالإضافة إلى المنتخب المصري، أنا أعتقد من وجهة نظري في هذه المجموعة بالذات يستطيع المنتخب المصري الوصول إلى نصف النهائي، لأن يوجد لديه أحد الفريقين اللي هم الدنمارك والسويد يستطيع أنه يباغتهم أو تحقيق المفاجأة بالفوز على أحد منهم، لأن في المونديال الأخير تعادل مع المنتخب الدنماركي وفاز عليه المنتخب الدنماركي في المباراة اللي أكثر من رائعة كانت في رميات الجزاء. المنتخب السويدي في المتناول، صحيح تفوق على المنتخب المصري في دور المجموعات في المونديال، لكن هذا المنتخب المصري. لكن بالنسبة لباقي الفرق أنا أعتقد المنتخب المصري قادر في الفوز عليه، لذلك فرصته كبيرة جدا في هذا المونديال. نتمنى ذلك للمنتخب المصري الذي يحضر جيدا لهذه الأولمبياد، يلعب في مباريات قوية مع منتخبات كبيرة، لعب مع كرواتيا مع إسبانيا والآن مع المنتخب الفرنسي، ثم سينتقل إلى ألمانيا لكي يكتمل التحضير والإعداد التسديد الحوضية بين رجلي اللاعب المصري، والتصدي كالعادة ودائما من كريم الهندوي. والآن الفرصة الثانية للمنتخب المصري لكي يعود ويقلص الفارق إلى هدف واحد بعد بضاعة الهجمة الأخيرة عن طريق أحمد مؤمن على مستوى الجناح الأيسر. والآن اللعب بسبع لاعبين، يدخل وسام سامي لاعب الزمالك على مستوى الدائرة، تحضير دائما لي يحيى الدرع، علي سين تقطع والمحاولة من نعو، تدخل قوي من نيكولا كاراباتيتشا على يحيى عمر، إشارة باللعب السلبي، علي سين يضغط يلعبها للدائرة، حاول المرور في الجهة الخارجية لكن تضيع من يحيى عمر. المحاولة كانت رائعة لكن الوضعية كانت صعبة، والمنتخب الفرنسي تسع أمتار فقط لنيكولا كاراباتيتشا. يا غير موفقين الحكام بالنسبة لي صراحة كابتن. في الهجمة السابقة كان فيها إيقاف لمدة دقيقتين لأن التدخل على مستوى الوجه مباشرة كانت فيها الهجمة، وهذه الكرة طبعا كابتن ما فيها اللي هي دخول من أو دفاع من الست أمتار، لذلك أيضا الحكام يجاملون الأسطورة بالنسبة لي كابتن. في هذه المباراة إلى حد الآن ليسوا سيئين أحمد، لا ليسوا سيئين كابتن، نعم. بس نتكلم مثل هذه الهجمة يعني كان ممكن يرجع فيها المنتخب المصري لمدة لفارق هدف وأيضا استبعاد لمدة دقيقتين كابتن، يعني تفرق في مثل هذه. رؤوف وسعيد قسمي يعني من أصول عربية، ليسوا بحكام يعني فرنسيين 100%، لكن أنت تلعب على أرض فرنسا كابتن، ونحن نعلم المباراة الشهيرة منتخب فرنسي أمام المنتخب المصري 2001 المنتخب الفرنسي، نعم. عندما فاز على المنتخب المصري، هو المنتخب المصري كاد قاب قوسين أو أدنى أن يصل المباراة النهائية في 2001، ويحيى عمر يصنع الفارق في الجهة اليمنى لاعب فيش فريم ويخلص الفارق إلى هدف واحد، يعود المنتخب المصري في زاوية صعبة. كريم الهندوي يتصدى أمام إيجو ديسكا
والآن كرة التعديل، كرة التعادل، أمسك الكرة، لا تتسرع، لا تتسرع يا علي الزين. الحكم يترك الأفضلية، الحكم يترك الأفضلية اللي يحيى الدرع القوي البيلدوزير المصري يمر أمام فابريكاس بعد التقاطع مع علي الزين. القوة البدنية تصنع الفارق لي يحيى الدرع. هو فالونتين بورت يخرج لمدة دقيقتين. هنا على أساس يكون منصفين كابتن. نعم أنا أعتقد عوضها في هذه الكرة، هذه الكرة كان ممكن فيها دخول خاطئ اللي هو دخول بقوة على اللاعب من علي الزين، لكن اللي ننصف الحكام شوف أحيانا كابتن يخونك القرار، لأن أنت يجب أن تتخذ قرار خلال ثواني محددة في لعبة كرة اليد، فستين دقيقة من الصعب جدا أنك تركز وتكون قراراتك دقيقة 100%. ديمري ميليا تقطع الكرة من الدفاع وكرة راس بقية للمنتخب المصري بدون حارس. محمد سند يعطي راس بقية للمنتخب المصري في الدقيقة 53. والمنتخب الفرنسي ضيع، يحاول يلعب مع الدائرة والمنتخب المصري يقطع الكرة. وعلي السيد يهدي الهدف لمحمد سند، يعطيه الكرة وسند يخلصها بدون حارس في المنتخب الفرنسي. والآن الضغط على الفرنسيين، تضيع المرة الثانية، هناك خطأ. والوقت المستقطع لجيوم جيلا. كابتن هذه الرسائل واضحة جدا ويبين لك مدى قوة الفريق المصري فعلا، يعني من الدقيقة 50 هو متأخر فارق 3 أهداف كابتن في خلال 4 دقائق. أحمد يعود المنتخب الفرنسي كانت لديه كرة زائد، كان متقدم بأربع أهداف كابتن. والمنتخب المصري استطاع أن يعود ويعدل النتيجة ويأخذ الأسبقية، هذه قوة شخصية المصريين، ونعرف أن المصري لا يستسلم، يلعب إلى آخر دقيقة. لهذا السبب نعم لهذا السبب احنا نرشحه كابتن في الاولمبياد انه يوصل الى الادوار النهائيه وتحقيق ميداليه تشرفنا هذا ما نتمناه ميداليه عربيه لاول مره في تاريخ الاولمبياد. والى حد الان الفريق الاجدر، الفريق الذي يستطيع ان يفعلها والذي يقدم ميداليه ذهبيه لكره اليد العربيه هو المنتخب المصري، نقولها بصراحه كلنا مع مصر في الأولمبياد لكي يصل إلى المباراة النصف النهائية والنهائية ولما لا، فعلها في مونديال مصر وكاد أن يطيح ببطل العالم المنتخب الدنماركي. والمنتخب المصري هو الوحيد الذي يفتح الطريق، هو الوحيد الذي يبدأ الأشياء، ثم تأتي المنتخبات العربية الأخرى. هذا ما نتمناه لهذا الفريق، لهذه المجموعة الرائعة للمنتخب المصري. الاتحاد المصري وضع الإمكانيات، لا نستطيع أن ننكر أن المنتخب، أن الاتحاد المصري لم يقصر أمام هذا المنتخب. عندما تلعب 3 مباريات تحضيرية للأولمبياد أمام 3 أفضل منتخبات في العالم، هذا ليس أي منتخب يستطيع أن يفعلها أو أي اتحاد أن يقدم هذه المباريات لمنتخبه قبل الأولمبياد. فعلا كابتن، جهاز فني على أعلى مستوى، جهاز أيضا طبي على أعلى مستوى، تحضيرات بالنسبة لهم هم إلى الآن 2020-21 أنهوا المونديال طريقة أكثر من رائعة، وكان أحد الفرق المرشحة أيضا، والآن بدأت تحضيرات أنا أعتقد قبل الفرق الأخرى، لأن الفريق متأملين فيه كابتن. أعتقد أن هذه الخطة لم تضع من الآن كابتن، هذه الخطة كانت من السابق كابتن. تخيل أحمد أن المنتخب الفرنسي يلعب أول مباراة تحضيرية له للأولمبياد، والمنتخب المصري يلعب المباراة الثالثة له بعدما لعب أمام إسبانيا وكرواتيا، والمنتخب الفرنسي سيلعب مبارتين في اليابان أمام اليابان والدنمارك، 3 مباريات فقط للمنتخب الفرنسي. كريم الهنداوي صدى وكرة راس بقية بهدفين للمنتخب المصري، ومحمد سند سجل الهدف السابع له. المنتخب المصري يتقدم، البريك للمصريين. كريم الهنداوي
عنوان بارز في المنتخب الفرنسي في المنتخب المصري. يدخل ويتصدى ويسمح للمنتخب المصري أن يتقدم في النتيجة على المنتخب المنتخب الفرنسي. والكرة العكسية اللي مررها يحيى عمر تحسب له هذا الأسيست، وأيضا وقوف لاعب الدار اللي هو إبراهيم المصري في متمركز في مكان جيد جدا، لذلك أصبحت هناك زيادة عددية، لأن مثل هذه الأوقات كابتن لا تنفعك الخطط التكتيكية بل تنفعك اللي هي الثنائيات والثلاثيات. وتقطع الكرة وكرة زائد ثلاثة للمنتخب المصري. ماذا يحدث للفرنسيين؟ يحيى عمر بعد ما كانت النتيجة أحمد 26-22 للمنتخب الفرنسي، سنشاهد النتيجة أمام رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب بانا، هو الدكتور أحمد الدكتور حسن مصطفى. أكيد أنه سعيد بهذا الأداء وهذا التقدم للمنتخب المصري. أحمد 22-26 والآن 30-28 للمنتخب المصري، يعني المنتخب الفرنسي سجل هدف واحد والمنتخب المصري سجل 7 أهداف أو 8 أهداف مقابل هدفين كابتن. نتيجة الآن 8-2 للمنتخب المصري. نعم 26 أصبح الآن المنتخب الفرنسي 28 سجل هدفين كابتن، والمنتخب المصري سجل 8 أهداف. إذن المنتخب المصري توجد لديه الأسلحة والحلول ويستطيع استغلالها. فعلا التكتيك والاستراتيجية اللي اتبعها في هذه المباراة المدرب الفريق كابتن فعلا أعطى أكبر عدد من اللاعبين الفرصة ليشاركوا في هذه المباراة، وفي الأوقات الحرجة اعتمد على الفريق الأساسي اللي هو يحيى الدرع، علي الزين، يحيى عمر، هم بالنسبة لي الأفضل الآن على مستوى الخط الخلفي. لكن نتمنى ونتمنى كابتن تعويض صانع ألعاب آخر بيحيى الدرع لكي يساعده. يحيى الدرع لا نقلل من شأنه، لاعب كبير جدا وقوي جدا، لكن يجب أن يكون هناك البديل، لأن في حالة وجود علي الزين كصانع ألعاب كابتن تفقد قوتك على مستوى الظهير الأيسر. إلا أحمد خيري على مستوى التنسيق. أيضا لم نشاهد أحمد هشام كثيرا في هذه المباراة ولم نشاهده إطلاقا، هل هو يعاني من إصابة؟ هل هو مريض؟ أحمد هشام اللاعب المميز، اللاعب الخط الخلفي لنيمة، والإشارة باللعب السلبي. خيري خطأ في الجهة اليمنى، وحاولة تسديد في زاوية صعبة يضيعها يحيى عمر. تعود المنتخب الفرنسي، ساعتها بسرعة تصدي ليان جونتي. نيكولا كاراباتيتش رايع تمريرة تقطع، ودقيقتين على إبراهيم المصري بعد السحب من القميص الحكم قسمي على أو يحيى عمر. يخرج لمدة دقيقتين، يخرج المرة الثانية يحيى عمر. ثلاث دقائق أحمد قبل نهاية المباراة، هل سيفعلها المنتخب المصري ويفوز على المنتخب الفرنسي؟ نذكر أنه آخر فوز للمنتخب المصري على المنتخب الفرنسي كان في 2007 بمدينة ليموج 27-25. أن يجب على المنتخب المصري أن يسير الوقت ويسير النتيجة في الثلاث دقائق الأخيرة. سيلعب ناقص عدديا. خروج يحيى عمر، الآن دور الحارس كريم الهنداوي. المنتخب الفرنسي من أجل العودة وتقيس الفارق إلى هدف واحد. كونتاماي مررها تسلسل في الجهة اليمنى، تحرك اللاعبين المصريين في الدفاع. نيكولا كاراباتيتش محاولته، رائعة تمريرة من ميلفين ريتشاردسون إلى زميله في برشلونة الموسم القادم لودوفيك فابريغاس. أو لوكا كاراباتيتش من ميلفين ريتشاردسون. كابتن جملة تكتيكية ممتازة جدا، لكن يجب قراءتها من قبل اللي هو الدفاع المصري.
الآن كريم هنداوي في قمة عطاء، لذلك يجب أن نقلق في منطقة المحور وإعطاء الفرصة للأجنحة وإعطاء الفرصة لحراسة المرمى للتفوق على أجنحة المنتخب الفرنسي. لكن بهذه الطريقة أنا أعتقد أنه يجب التركيز يكون على منطقة المحور الوسط. الآن المنتخب الفرنسي يوجد لديه الشك، لذلك سيلعب على الدائرة. المنتخب المصري مع أحمد الأحمر في الجهة اليمنى، علي الزين يمسك الكرة، تقاطع مع علي مع سند، 9 أمتار فقط لمحمد سند، بعد تدخل على مستوى الوجه على علي الزين. الوقت يمر والمنتخب المصري متقدم في النتيجة، عليه أن لا يتسرع ليمسك الكرة. هنا المسك من القميص من لوكا كاراباتيتشا، والتدخل من لوكا من فابريغاسا على محمد سنادة. ما عطى اللاعب دقيقتين كابتن، هناك مشكلة في الأقمصة للمنتخب المصري، كل مرة هناك قطع على مستوى الأقمصة للمنتخب المصري، تقطع الكرة والهجمة المرتدة بدون حارس، التعادل للمنتخب الفرنسي، يقطعها يسرقها فالونتين بورت بعد تمريرة خاطئة من أحمد الأحمر، التعادل بين المنتخبين. أعتقد أن قتلوا اللاعب أحمد الأحمر، قتل نفسه اللاعب أحمد الأحمر عندما طلع جنب كابتن أمام هؤلاء اللاعبين. لذلك في مثل هذه الكرات عندما يكون نقص عددي بالنسبة لك واستبعاد لمدة دقيقتين، لا يفضل أنك تطلع بالجنب كابتن، يجب أن تلعب على الأرض. أحمد الأحمر يحاول في الجهة الخارجية، يستفيد من 9 أمتار، ثواني قبل نهاية المباراة، يجب التسيير في الثواني الأخيرة، عدم التسرع، عدم ارتكاب الأخطاء، والمنتخب المصري عليه أن يسجل هذه الهجمة لكي لا يخسر المباراة. وتصدي جوتي أمام الدرع، والآن كرة الأسبقية، كرة الفوز تتحول للمنتخب الفرنسي، والوقت المستقطع لجيوم جيل. استعجل كابتن، لو سجلها أحمد أكيد أن المنتخب المصري لن يخسر المباراة. الآن فرصة المنتخب الفرنسي لكي يأخذ الأسبقية ويفوز بالمباراة. أكيد طبعا، وإذا فازوا فيها بيفوزون فيها بخبرة اللاعبين وليس على مستوى تكتيك. أنا أعتقد أن الأخطاء اللي وقع فيها المنتخب المصري في آخر 3 دقائق اللي كان متقدم فيها بفارق هدفين، أنا أعتقد أخطاء بدائية نوعا ما. عندما تكون من لاعبين خبرة، نقول يحيى عمر لا يستحق الدقيقتين صراحة، الاستبعاد لمدة دقيقتين لا يستحقها. على مستوى الهجوم أحمد الأحمر عندما يطلع جنب كابتن في الهواء، إذا أنت يا تكون مصوب أو خلاص تقتل الكرة. لذلك أنا أعتقد لاعبين المنتخب الفرنسي استقبلوا أحمد الأحمر واجبروه على الوقوع في الخطأ. لذلك الكور اللي ضيعها، يعني مثل هذه الكرة كابتن أنا ما صوبها إلا إذا كنت متأكد منها، لأن احنا نتكلم في آخر ثواني يجب أن تغسل الكرة حتى لو الحكم يرفع يده، لأن هذه الثواني الأخيرة ممكن يسجلون عليك، وهم خبرتهم أقوى منك ومصوبين بالنسبة لهم أقوى منك. الآن دور المنتخب الفرنسي لكي يأخذ الأسبقية في هذه المباراة، 20 ثانية قبل نهاية المباراة، يقو مع الدائرة فابريغاسا، حاولت ميلفين ريتشاردسون، نيكولا كاراباتيتش يضغط، نيكولا يمرر اللاعب الدائرة، تدخل الدفاع، راية للمنتخب المصري، يجب أن يمسك المنتخب المصري ويخرج بالتعادل، يخرج بالتعادل، المنتخب المصري ينقذ المباراة ويخرج بالتعادل أمام أفضل منتخب في التاريخ المنتخب الفرنسي. اعتقد فيها رمية جزاء حمراء، بطاقة حمراء ورمية 7 أمتار للمنتخب الفرنسي. سنشاهد ونعرف ماذا جرى في الثواني الأخيرة، سنشاهد. كولا كاراباتيتشا، هنا الخطأ، 9 أمتار للمنتخب الفرنسي،
سنشاهد ماذا سيحدث هنا. 9 أمتار أحمد دي فابريكاس. سنشاهد 9 أمتار الآن سيلعبها المنتخب الفرنسي. لما نشاهد ماذا حدث بعد الخطأ على فابريكاس، لأن كان هناك رمي 9 أمتار. نعم. لعبها بسرعة وخرج الزين عندما سدد نيكولا كاراباتيتشا، لم يحترم 3 أمتار قانونية. نفس سيناريو مونديال 2021. نشاهد هنا أحمد، هنا نيكولا كاراباتيتشا. سنشاهد فالونتين بورتا يخرج، حاط صد كابتن، ممكن نعيدها للزين، كأنه لم يحترم 3 أمتار قانونية عندما سدد نيكولا كاراباتيتشا. على كل رمية 7 أمتار، كريم لانداوي، كريم يا كريم، وبكيفية رائعة وببرودة دم وجريء، كونتي ماي بالركولات ينهيها ويعطي الأسبقية للمنتخب الفرنسي بعد هدية من الحكم الفرنسي، يعطي الكرة للمنتخب الفرنسي ويهدي له رمية 7 أمتار. نعم. لو انتهت المباراة بالتعادل 30-30 كان يكون أفضل. كابتن حائط صد، أنا ما أعتقد أن فيها رمية جزاء، لكن لما يكون على مستوى اليد أنك توقف اللاعب في مثل هذه الكرة أنا أعتقد فيها، أو أنك تقوم بخطأ اللي هو الخشونة، تستخدم خشونة مع اللاعب ممكن أنه، أو شراسة مع اللاعب ممكن أنه رمية جزاء. لكن في عموما هارد لك المنتخب المصري، مبروك المنتخب الفرنسي. فعلا المنتخب المصري أدى مباراة أكثر من رائعة، لا ننسى أيضا أنه يلعب أمام صاحب الأرض والجمهور اللي هو المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي فريق قوي وعنيد جدا، المنتخب المصري اليوم أدى مباراة أكثر من رائعة، يجب أن ينسى خسارة هذه المباراة وخسارة أمام المنتخب الإسباني، لأنه خسر أيضا فارق هدف واحد 30-29 أمام المنتخب الإسباني. بالنسبة لي المنتخب المصري اللي أشوفه الآن كابتن فعلا منتخب يشرف وقادر على مقارعة الكبار في الأولمبياد. مباراة بطولية للمنتخب المصري، مشكور على هذا الأداء. أن المنتخب المصري يقدم مباراة كبيرة، كان يستحق ويستاهل التعادل، لكن الكرة الأخيرة ورمية 7 أمتار كانت للمنتخب الفرنسي إنها كونتي ماي هو يهدي الفوز للمنتخب الفرنسي. لكن كم كان صعب فوز المنتخب الفرنسي على المنتخب العربي الرائع المميز اليوم، المنتخب المصري الذي نتمنى أن يفوز بميدالية في الأولمبياد طوكيو القادمة. شكرا للمنتخب المصري على هذا الأداء، على هذا المستوى. نحن فخورون بمنتخبنا المنتخب العربي.